في محطتنا الأخيرة مشاهدينا، سنسلط الضوء على اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه سلطنة عمان في العاصمة مسقط خلال هذه الفترة. وكما تابعنا معا عبر هذا التقرير، سنركز في هذه الدقائق على أهمية هذه الاجتماعات والنتائج المتوقعة منها وتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع. يسرني الترحيب بسعادة رؤى بنت عيسى الزجالية سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا ورئيسة البعثة لدى الاتحاد الأوروبي. أهلا ومرحبا. مساء الخير أخت المها، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. حياك الله. إذا نبدأها من منطلق أهمية هذه الاجتماعات على مسيرة العلاقات الأوروبية الخليجية. مما لا شك فيه أن هذا الاجتماع يمثل تعزيز للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. فانعقاده في هذا العام في مسقط، انعقاد الدورة 27 للمجلس الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، يعتبر فرصة كبيرة لتعزيز هذه العلاقات التي توجد في العام الماضي بإعلان الاستراتيجية الأوروبية للعلاقات مع دول مجلس التعاون، وتم تعيين المبعوث الأوروبي لمنطقة الخليج في خلال هذا العام. هذا استكمال لهذا التعاون الذي بدأ من عام 1988 بين الجانبين. نعم، ما هي أبرز الموضوعات التي تناقشها هذه الاجتماعات؟ سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع، أهمها الأمن الإقليمي وخفض التصعيد والذي متمثل في عديد من القضايا مثل أوكرانيا، القضية الفلسطينية، إيران، اليمن، العديد من المحاور التي تمس الأمن الإقليمي. نعم. كذلك سيتم مناقشة تغير المناخ والطاقة المتجددة. كما تعلمون، استضافت دولة الإمارات العربية للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 الشهر المقبل، يمثل كذلك جزء مهم من خلال هذا الاجتماع. كذلك بند المساعدات الإنسانية سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع أيضا. نعم، إذا نستطيع القول أنه أبرز النتائج المتوقعة من هذا الاجتماع مناقشة مختلف المواضيع التي تهم الإقليم، وطبعا سلطنة عمان كونها جزء لا يتجزأ من هذه العلاقات. أهمية هذه الاجتماعات التي تعقد في مسقط وأيضا تعزيز مكانة سلطنة عمان على المستوى الإقليمي والدولي. كما تعلمين، هذه الاجتماعات تأخذ الطابع السياسي البحت، فتواجد كافة المسؤولين على أرض سلطنة عمان والمناقشات التي ستتم مما لا شك فيه تمثل يعني شيء مهم بالتواجد هنا ومناقشة، خصوصا في ظل أحداث نلاحظها هذه الأيام في الأخبار. فوجودهم هنا ومناقشة هذه القضايا سيعزز دور سلطنة عمان، وهي دور سلطنة عمان دائما بارز. نعم. يعني يشار له بالبنان في إيجاد الحلول لمختلف القضايا. فرصة لتواجدهم هنا في مسقط للاجتماع والتحاور والتشاور بأن يكونوا جميعهم في مكان واحد. جميل، يعني خصوصا أنه مختلف المستويات هنا. صحيح. موجودة من سفراء وغيرها من ما هو يعني من العلاقات التي تخص سلطنة عمان وغيرها ممن له علاقة بهذه العلاقات الأوروبية والخليجية. طيب سعادتك، ما الذي يمكن الاستفادة منه من مثل هذه العلاقات والحضور الكبير لمسؤولي السياسة الخارجية في أوروبا لتعزيز هذه العلاقات؟ العلاقات هي في جوانب كثيرة لتعزيز هذه العلاقات، فوجود هذول المسؤولين مع بعض يتم مناقشة العديد من المواضيع. هناك تعاون قائم بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات، سواء كان في المجال السياسي، كذلك هناك تعاون في المجال الاقتصادي، التدريب، التعليم. فهناك عدة محاور، هناك اجتماعات بصفة مستمرة بين الجانبين. نعم. فهذا يحقق مثل ما نقول التكامل والتوازن مع الجانبين في تفعيل التعاون وتعزيزه بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. جميل، إذن هي علاقات قائمة، هي علاقات متكاملة قائمة متعاونة أيضا، وتكللت بأن سلطنة عمان تستضيف هذه الاجتماعات بالفعل. هو عادة الاجتماع بيكون في
بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في عام، والعام الآخر يكون في لأحد دول مجلس التعاون بحكم الرئاسة. نعم. وبحكم رئاسة سلطنة عمان لهذه الدورة، فتم استضافة الاجتماع في مسقط وبرئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية المقر. كل الشكر لك على هذه التفاصيل سعادة رؤى بنت عيسى الزجالية، سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا ورئيسة البعثة لدى الاتحاد الأوروبي. عفواً، الله يعطيك العافية، تسلمي، شكراً. وشكر أيضاً نوجه لكم مشاهدينا الأحبة على هذه المتابعة الطيبة لبرنامج من عمان من خلال ما استعرضناه من تفاصيل مختلفة. لنا لقاءات متجددة في قادم الوقت، إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.